تحب تغادرنا اكيد عندك التزامات، نحب نقول لك بارك الله فيك وتفضل كلمه الختام قبل ما تغادرنا. بارك الله فيك، بارك الله في الناس الكل، ان شاء الله الصور المعبره اللي ريناها مع رئيس النادي عبد السلام اليونسي مع منذر شيشه في كل الفرق تصير. انا حضرت في المئويه بتاع الترجي لانه انا حب الترجي، ريت صوره اكثر من رائعه، ريت رؤساء الجمعيه الاحياء اللي مازالوا في الترجي الرياضي التونسي الكل مجتمعين ويد واحده. انا نحب نقول كلمه بركه ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. الشيء اللي تحكي عليه عملنا حصه خاصه يوم الخميس عديناها على الفراس على حفل مئوي الترجي. شيء ممتاز، شيء ممتاز جدا، ان شاء الله الفرق الكل تنسج على ملوان الترجي الرياضي التونسي. وان شاء الله نقولوا ما هو احنا نقولوا الترجي دوله، ان شاء الله الدوله التونسيه تولي كي الترجي باش تولي في احسن الحالات نتاعها ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله بخير على الجمعيات الرياضيه. الدوله العام الدرابو قبل الناس الكل، انا نحب تونس تولي كي الترجي، كي راه العباد الكل الرؤساء الكل واقفين صف واحد فيك الصوره هذيك، ماذا بيا راه رؤساء الاوادي التونسيه كلها كيف ماذا بيا راهو الناس كل يد واحده، تو وقتها تنهض الرياضه التونسيه نتاعنا والجمعيات نتاعنا تولي ناجحه على المستوى التونسي وعلى المستوى القاري حتى على المستوى العالمي. هذه هو الرساله اللي حاجه اخرى يلزم زاده. برافو للسيد رضا شرف الدين اللي حضر في حفل مئوي لان حركه صحيح. نبيله مالغري الراجل اللي كان عليها برشا عصا، لكن تلك هو المطلوب وكلمة حق الرؤساء اللي بعثوا زاده واللي راسلوا من هفوه فنيه سياسي محنك رساله ونعرفوا سياسي كلها مستقبله مازال صغير، مستقبله قدامه. ثم دولة برك اسمها الجمهورية التونسية. أكيد أكيد ما في دولة سي محمود نحترمه الترجي، نحترمه كل النوادي التونسية، لكن العلم التونسي هو هي الاسمى والارقى. شكرا سي محمود. لا بشويه تخرجوني راسي راس الجول هذاك يا حضره الاطوال توا الشعب هذي يا ودي ترش بشويه بلا احنا توا خلي معنا ماده عنا ماده بخصوص الشعب. لا ما تكلموش مع بعض سي محمود. دولة شكرا يعطيك الصحة وبارك الله فيك ومرحبا بيك في كل وقت سي مختار. رياضيون خذلتهم